ولمزيد من التفاصيل حول اهتمام سموه رحمه الله بالمجال الإعلامي معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة الأستاذة عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية. سيد عهدية، لطالما كان المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله الداعم للإعلاميين الداعم للصحفيين بشتى الظروف. سيدة عهدية، باعتبارك تمثلين الجسد الصحفي في مملكة البحرين، حدثينا عن ذلك خصوصا وأنك كنت من المستمعين بشكل مباشر لتوجيهات سموه طيب الله ترى. نعم أستاذ، اسمح لي أولا بالنيابة عن جميع زملائي الصحفيين أتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الله يحفظه ويرعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ورئيس الوزراء حفظه الله، إلى العائلة المالكة الكريمة، إلى أولاده أولاد المرحوم سمو الشيخ علي سمو الشيخ سلمان وسمو الشيخة لولو، إلى شعب مملكة البحرين بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكن فسيح جناته. محزن جدا أستاذ الكلام في هذا الموضوع، محزن جدا أن نودع هذا الرجل العظيم، هذا الرجل الذي وقف كان لصيقا للصحفيين وللصحافة، عودنا دائما على الاحتفال معنا بيوم الصحافة العالمي ويوم الصحافة البحرينية، وكان داعم لنا في كل مواقفنا. حرص الفقيد العزيز على فتح كافة أفاق الإبداع أمام أبناء الصحفيين، تهيئة الأجواء الدافعة لهم لمواصلة دورهم البناء، وليبقوا دعامة قوية من دعامات الانسجام المجتمعي وركيزة هامة من ركائز التلاحم الوطني. للعلم فإن متابعة المرحوم للصحافة المحلية وتشجيعه للصحافة على حرية التعبير كان دليل على اهتمامه لشعبه، متابعته للإذاعة وللتلفزيون كان دليل على اهتمامه لقضايا الشعب، لأنه كان يعلم أن صوت الشعب يصل من خلال القلم، من خلال أصواتكم كمذيعين إذاعة وتلفزيون، وهذا كان تقدير من المرحوم لشعبه. راح نستذكر الكثير، ومهما أقول أنا قليل جداً ولن أوفي حقه، لأنه هو ترك أثر كبير في وجدان الصحفيين بالذات، كان قريب جدا لنا لدرجة أن إحنا كنا ننتظر كل سنة أنه هو يطلع علينا أثناء الاحتفال بجائزة خليفة بن سلمان. والعام الماضي انتظرنا من شهر 5، انتظرنا هذا الاحتفال من شهر 5 وما استخسر فينا، وحضر معنا شهر 10 الاحتفال بالجائزة، وبرغم الظروف الصعبة، برغم ظروف الصحية، برغم أنه هو كان عنده موعد للسفر للخارج لمواصلة العلاج، قدر الصحفيين وحضر الاحتفال، والاحتفالية دي كانت دليل على حرصه يعني أنه يلبي دعوتنا وما يكسر بخاطر أبناء الصحفيين. في تلك اللحظات لم يكرم الصحفيين الفائزين بحسب، الحضور هيبته وروحه السمحة وكرمه الفياض بمثابة تكريم لكل صحفي في البحرين. هذه كانت آخر فعالية عامة حضرها المرحوم، وهذه الفعالية إن شاء الله نكون إحنا كصحفيين قدرنا نوصل من خلال محبتنا له. هو زرع فينا الوطنية، زرع فينا مسؤولية الكلمة، زرع فينا الكثير، وإن شاء الله نكون إحنا قدرنا نوصلنا بحضورنا بوجودنا بوجودنا حوالينا قدرنا نوصل لمحبتنا له. في كثير من الأمور صعب الحديث عنها خلال دقائق قليلة، ولكن اللي حابة أقوله أنه هو رحل عن هذه الدنيا، ولكن يظل دائما في وجدان كل بحريني، في ضمير كل بحريني، والأقلام اللي راح تكتب لن تجف هذه الأقلام عن التعبير عن ألمها، ولن تجف أيضا عن الدفاع عن هذا الوطن اللي هو زرع فينا محبتها والولاء له، الوطن اللي هو بناه وعلمنا على أن احنا نساهم في بناء في ميزان حسنات المرحوم. كل كلمة طيبة قالها، كل فرحة زراها في قلوبنا، وكل لحظة قضاها وهو يخدم هذا الوطن وهذا المواطن.
نعم، إذن الأستاذة عهدية أحمد رئيسة جمعية الصحفيين البحرينية، شكرا جزيلا لك.